الرسالة الأولى من الجندي الأردن المفرق، تقول في رسالتها وفي بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو التكرم بالإجابة عن هذا السؤال. أنا امرأة مسلمة منذ سنتين لم أصم شهر رمضان، وفي السنة الثانية كنت حامل ومريضة، ونصحني الدكتور بعدم الصيام، وأنا لم أقضي هذه الأيام ولم أخرج بدلا منها مال. هل يقبل الله توبتي؟ وما الحكم في هذه الحالة؟ أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخت لله السائلة، لا شيء عليه والحمد لله، ما دمت إنما أخذت الصيام لأجل المرأة النفاس والحمل فعليك أن تصومي من السنتين والحمد لله. إن كنت تساهلت بهذا وأخرت القضاء من غير عذر بعد الظهور من النفاس فعليك أن تطعمي عن كل يوم من النفاس مسكين زيادة، هذا هو الذي أفتى به جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتصومي الأيام التي عليك وتطعمي عن كل يوم مسكينة. أما إن كنت معذورة المدة كلها هناك مولى بينهما حصل فيها قدرة على القضاء فإنك تقضي فقط وليس عليك إطعام، وتصومين الأيام التي عليك والحمد لله، وليس عليك إطعام، ولا حرج أن تصوميها متتابعة أو متفرقة. وأما إن كنت تساهلت ولم تصومي وأنت تستطيعين الصوم فإنك عليك التوبة إلى الله مع ذلك والاستغفار، وعليك النصح عن كل يوم من فقراء المساكين، يعني من التمر أو من الأرز أو من الحنطة من كل البلد المساكين ولو جمعت كلها ودفعت إلى مسكين واحد أو اثنين أو ثلاثة كفى ذلك والحمد لله.